أسعد الله صباحكم أعزائي الطلاب، ها قد عدنا من جديد بدرس جديد ومصطلحات ومهارات جديدة في عالم الفنون، ودرسنا لليوم بعنوان طائر الأورغامي. هيا بنا نبدأ درسنا أعزائي. هذه هي معايير ومؤشرات الدرس. عن أهداف درسنا لهذا اليوم فهي كالآتي: الهدف المعرفي، أن يعرف الطالب مفهوم الحجم بشكل جيد. الهدف الوجداني، أن يتذوق الطالب جماليات الحجم في الأعمال الفنية المعروضة. الهدف المهاري، أن ينتج الطالب عملاً فني لطائر الأوريغامي مؤكداً على الحجم. هذا هو نموذج درسنا لهذا اليوم. يا ترى ما هو المصطلح الفني في درسنا لهذا اليوم؟ المفهوم الفني الجديد لهذا اليوم هو مفهوم الحجم. يا ترى ماذا نقصد بمفهوم الحجم في الفن؟ هيا عزيزي تابع معي الرحلة. والآن عزيزي الطالب، يريد محمد أن يقوم بتوصيل الدوائر ببعضها حتى يتوصل لمفهوم الحجم. ما رأيك؟ هل تستطيع أن تساعد محمد؟ 1- بيان حركة. 2- المساحة المستوية. 3- له طول وعرض وعمق. 4- وليس له وزن. هيا عزيزي ساعد محمد. أحسنت عزيزي الطالب، محمد يرسل شكره لك على مساعدتك له. والآن عزيزي الطالب، نقصد بمفهوم الحجم هو بيان حركة المساحة المستوية، له طول وعرض وعمق وليس له وزن. والآن عزيزي الطالب، تخيل معي وفكر، ماذا سيحدث لو أن كل ما حولك يتشابه في الحجم والقياس؟ يا ترى كيف ستبدو الأشياء؟ هيا عزيزي الطالب تخيل وفكر، إنك حقا مبدع. أحسنت، إجابة ذكية، أنت رائع عزيزي الطالب. أما الآن عزيزي الطالب، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة التالية: هو بيان حركة المساحة المستوية، له طول وعرض وعمق وله وزن. يا ترى هذه إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ هيا حاول، أنا متأكدة أنك تستطيع الإجابة. أحسنت عزيزي الطالب، إجابة متميزة، العبارة خاطئة. واليوم أعزائي سنتعلم عن أحد الفنون، يا ترى ما هو؟ هو فنون الأورغامي. فن الأورغامي هو فن ياباني يقوم على أشكال مجسمة لحيوانات وشخوص بأساليب خاصة معقدة. ومن أشهر فناني في فن الأورغامي هو الفنان أكيرا يوشيزاوا، وهو فنان ياباني أتقن فن الأورغامي واعتبر السيد الكبير للأورغامي. نفذ أكثر من 50,000 من النماذج الأورغامي. يا له من فنان رائع. والآن عزيزي الطالب، لاحظ معي جمال الحجم في أعمال الفنان أكيرا يوشيزاوا. أما
أما الآن يا مبدع فلاحظ معي ما يلي: أي الأعمال الفنية التي أمامك تنتمي إلى فن الأوريغامي؟ يا ترى الصورة رقم 1 أم الصورة رقم 2؟ أحسنت عزيزي الطالب، إجابة رائعة وصحيحة، الصورة رقم 2. أما الآن عزيزي الطالب، ولكي تستطيع أن تنفذ درس اليوم بطريقة صحيحة، تابع معي هذه الخطوات. هيا يا عزيزي فلنبدأ معا. أحضر ورقة مستطيلة الشكل، ثم أقوم بطيها على صورة مثلث، وأقص الزائد منها كما ترى عزيزي الطالب. والآن أصبح لدي شكل مربع، أقوم بطيه على شكل مثلث، ثم أقوم الآن بطيه مرة أخرى على شكل مثلث آخر. لاحظ إشارة الزائد، ثم أقوم بالطي مرة أخرى. لاحظ عزيزي الطالب شكل المثلث الجديد. تابع معي عزيزي الطالب وافعل نفس الخطوات. أستمر بالطي على صورة مثلثات. إنه فن جميل. لاحظ كيف أقوم بالطي مرة أخرى، وهنا أقوم بطيها بصورة هكذا. والآن أعاود الطي مرة أخرى. لاحظ عزيزي الطالب المثلث الناتج من طي الورقة أكثر من مرة. نقوم بإخراج الجهة الأخرى من الورقة بحيث توازي الجهة الأولى، وأستمر بطي الورق. بدأ طائر الأوريغامي يأخذ شكله الحقيقي، ولكن أستمر بطي هذه الورقة. لاحظ عزيزي الطالب كيف بدأت المثلثات، وكيف أقوم بطيها مرة أخرى. إنه عمل ممتع. ومن الجهة الأخرى أؤكد على طي الورقة مرة ثانية. والآن أقوم بفتح الورقة ورفع المثلث الأخير منها، وهنا إنه رأس العصفور، طائر الأوريغامي الجميل. أقوم بطيه للتأكيد عليه. وأيضاً أقوم بفتح الورقة للتأكيد على منقار الطائر. نعم، قد بدأ عصفور الأوريغامي بشكله الجميل. والآن أقوم برسم العينين وتلوين المنقار. يا له من طائر جميل! وفن الأوريغامي فن رائع عزيزي الطالب. تابع الفيديو واصنع طائرك الأوريغامي. إنك تستطيع، أنت مبدع. الآن عزيزي الطالب هذه نماذج من أعمال الطلاب الفنية.
في طائر الأوريغامي. انظر إلى جمال هذا الطائر. وهذا أيضا، إنها أعمال رائعة. وانظر إلى هذا أيضا، أنا متأكدة بأنك تستطيع أن تنفذ أجمل من هذه الطيور في فن الأوريغامي، لأنك فنان مبدع أيها الطالب. والآن قم بتنفيذ طائر الأوريغامي مع التأكيد على الحجم، وقم برفع عزيزي الطالب على برنامج التيمز. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. والآن إلى اللقاء أعزائي في رحلة جديدة في عالم الفنون البصرية. إلى اللقاء.